وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. أهلا بك في هذه النشرة سيد الكريم. هل توضح لنا دوركم كجهة تشريعية بعد إحالة الحكومة مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024؟ شكرا لك. في البداية انتهز هذه الفرصة لأبارك لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. حقيقة هاي الميزانية ميزانية ذو أهمية قصوى. أولا هي ميزانية التوازن المالي، وميزانية التعافي الاقتصادي، وميزانية التنمية الخليجية أو نهاية برنامج التنمية الخليجية، وكذا أمور كثيرة ومتعددة. احنا لم نستلم إلى الآن الميزانية العامة من الدولة، وفي حين أو في حال استلام الميزانية سيتم العمل على عقد اجتماعات مكثفة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومجلس النواب والحكومة الموقرة لبحث مبادئ إعداد الميزانية وتفاصيل البيانات المالية والاعتمادات المخصصة للوزارات والهيئات الحكومية، والعمل على التوافق على رؤية مشتركة حول مشروع الميزانية، وذلك قبل رفع تقرير كل لجنة على حدة للمجلس التي تتبعه لمناقشته في الجلسة العامة. اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ومن خلال الاجتماعات السابقة التي تم فيها التحضير لدراسة الميزانية تم الاتفاق على إعطاء مشروع الميزانية الأولوية القصوى لمناقشته وتكثيف العمل لإنجازه، والعمل على الأخذ بآراء جميع الأطراف واضعين بعين الاعتبار أن تكون الميزانية المعتمدة مواكبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم بشكل عام. نعم. وتراعي رفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، إلى جانب أهمية أن تضمين الميزانية المزيد من مشاريع البنى التحتية والاستثمارية لخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع فرص استقطاب رؤوس الأموال، فضلا عن أهمية أن تكون الميزانية متلائمة مع المشاريع الاستراتيجية مثل التعافي الاقتصادي والتوازن المالي وخفض الدين العام. دعم سيد رضا فرج عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.